اوعي تستعجلي نزول الوزن، اوعي. الرجيم يا صبر ينسي، انسي. عايز انزل 10 كيلو في اسبوع، ما تقربيش للدكاتره ولا الكتب ولا اكل، عمره ما هتحصل. اصل انا فرح الاسبوع الجاي، مش ذنبي، مش ذنبي ان فرح الاسبوع الجاي. فالرجيم ايتم رقم واحد فيه الصبر، اصبري على الرجيم. وهفكرك بحاجه قلناها زمان جميله جدا. تخيلي يا بنتي ان ربنا سبحانه وتعالى قدم الصبر على الصلاه. تخيل، واستعينوا بالصبر والصلاه. الصبر مقدم على الصلاه، الصبر في الاكل. هو بالنسبه لك الاكل ضار، وربنا قال نحافظ على نفسنا، يعني عندنا الحفاظ على النفس رقم واحد، حفاظ على النفس رقم واحد. ده المريض ما بيصومش صيام، في اروع من العباده دي المريض محفي منه. المريض ما بيحجش، في اروع من الحج، ما بيحجش المريض. ليه؟ الحفاظ على النفس رقم واحد. فانت الحفاظ على النفس ده مهم جدا، واستعينوا بالصبر والصلاه. اصبري على الرجيم، رجيم ممل، والاكل شهوه، شهوه. مش معقول هعدي على اخواتي بياكلوا كباب وانا اقول لهم لا انا هصبر. لا فعلا، خليش حد يغريك بالاكل، مفيش اكل من بره البيت خالص خالص. وهناكل السعرات الحراريه في حدود 1000 سعر حراري، هتبقي زي الفل.